أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: شخص عنده عمارة ويؤجرها، ومن ضمن المستأجرين عنده بنك، ما حكم تأجير هذا البنك؟ وهل النقود التي يأخذها منه حلال أو حرام؟ وإذا كانت حرام فما نصيحتكم له والحالة هذه؟ لا يجوز تأجير المحل للمعصية، لا يجوز أن يؤجر المحل لمن يعمل فيه المعصية. والبنوك تستعمل الربا، وهو من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب، والبنوك قائمة على الربا، فلا يجوز لك تأجر البنك لأنك تؤجره وتعينه على المعصية وعلى الإثم والعدوان. والمستأجرون كثيرون ولله الحمد، أجرها لغير البنك. ولو أن البنك يبي يعطيك زيادة أو طمع فهذا لا خير فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.